لسه مكملين مع حضراتكم وفعاليات مهرجان العلمين، والنهارده نجمنا صوته من قلب مصر، ابن بلد وابن استاذ من اساتذه الطرب والغناء في الوطن العربي، وليه لونه وطريقته المختلفه والخاصه جدا في المزيكا اللي قدر بيها انه يحجز مكان كبير في قلوب الناس. النهارده منور العلمين النجم محمد عدويه، يعني بنتمنى لك كل التوفيق في الحفله. الله يخليك. وعايز اعرف تحضيراتك ايه للحفله، وايه كمان انطباعاتك عن مدينه العلمين. اولا اهلا بيكي، طبعا منوره، ولا حاجه، انا مبسوط جدا بصراحه، حاجه مشرفه جدا، و العلمين دي حاجه جامده قوي. يعني انا هتبتدي بايه، وحفله للطرب الشعبي بالشكل ده؟ لا انا مبهور فعلا، بس ثانيه واحده، انا مبهور فعلا يعني بالجمال اللي احنا فيه ده، يعني حاجه حلوه جدا. دي حاجه بسطاني طبعا، دي اولا. تاني حاجه طبعا محضر حاجات كتير قوي، في مفاجآت، وفي الاغاني اللي الناس بتحبها اللي متعوده عليها. يعني وهتغني قديم جديد؟ يا مسهل. طبعا. لا ده ألبوم، بس ده انت عارفة بنزل كذا أغنية من الألبوم دلوقتي، يعني ما فيش حاجة اسمها انت عارفة السي دي يعني انكرت شوية، والشرايط والحاجات دي. طب خليني اقف هنا بقى. ايه رأيك في موضوع انه الأغاني دلوقتي الناس بقت، بصي الموضوع هيطول لأن انا اشرح لك الموضوع دلوقتي. بس طبعا انا مبسوط اني معاكي، ومبسوط في العالمين، وده حدث عالمي حلو جدا يعني. طيب. فخلينا ممكن مثلا نسمع دلوقتي الأغاني اللي هنقولها. نسمع طبعا. طب يعني نطلع مع بعض ولا ما ينفعش نصور؟ لا عايزه بس اعرف محضر ايه للناس في مهرجان العالمين. محضر؟ لا في، بخليها مفاجاه. عندنا مفاجآت يعني. يعني طبعا في طبعا سامحني يابا، في حاجات طبعا، في الحاجات اللي هي الحمد لله عايشه مع الناس، تترات المسلسلات والاغاني بتاعتي خاصه، وفي اغاني جديده نزلت الناس برضو عجباها، فغنيها لها النهارده لايف، يمكن اول مره اغنيها النهارده في العالمين لايف. طب دي يعني حاجه تسعد الناس جدا. انا سعداني طبعا جدا، خصوصا ان الناس في مهرجان العالمين بتستنى المفاجآت دي. عايز اسالك كمان على وضعنا، لانه كسرت الدنيا. طبعا عملت ترند كبير جدا جدا مع حبيبنا طبعا عدويه ومحمد رمضان. طبعا عملتوا حاله حلوه جدا في الاغنيه. حلوه، اغنيه جميله جدا، ومحمد رمضان دمه خفيف، وممثل طبعا يعني جامد ما شاء الله عليه، محمد مجتهد جدا، والاستاذ الكبير طبعا بقى يعني انا شهادتي شهادتي طبعا، ده بقى ده في حته ثانيه، وشهادتي مجروحه بالنسبه لي يعني. صحيح. كون ان تكون ابن عدويه ده شرف، ده اكبر شرف في حياتي. طبعا. لكن انت قدرت انك تخلق لون ليك، الحمد لله الحمد لله، تخلي الناس تحبك وتستناك وتسمع اغانيك. ما ده لازم يعني، لازم يبقى ليكي قالب وليكي شخصيه عشان الناس تروح لك يعني. احنا بنتمنى لك كل التوفيق النهارده، ربنا يخليك. كان نفسي اطول معاكي اطول من كده، ونتكلم ونشرح حاجات، بس اكيد هنتقابل تاني ان شاء الله. طب انا عايز اختم بصوتك انت اللي تختم. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. شكرا، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا، هتنور النهارده. ربنا يخليك يا فندم.